أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ خالد من آيمون أوبتيكال. أهلا أستاذ خالد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، منرحب فيك معنا من برنامج رواد الأعمال وقناة ABC. نعم نعم. بداية الأستاذ خالد، ممكن تخبرنا على خبرتك الطويلة في مجال النظارات ومتى بدأت؟ نعم. المجال نحن بدأنا من 2005، بعدين هني هذا محل بس واحد سنة، يعني هذا واحد سنة إن شاء الله الحمد لله كفي، وبعدين هذا خبرة قديم عندي أنا، هذا زين يعني عشان الناس يجون من بعيد، يعني من أبوظبي، من شارجة، من عجمان، كل مكان يجون الناس يعني. ما شاء الله. أستاذ خالد، ممكن تخبر المشاهدين على أنواع النظارات والديزاينات اللي تميزتوا فيها؟ ما هي أنواع العدسات اللي أنتوا بتزودوا فيها عملائكم؟ عندنا وايد نظارات، في يعني شمسية طبية، وبعدين يعني نظارات كاريرا، بوليس، بارسول، ووايد أنواع يعني جايس، وبعدين هذا شو اسمه، وايد أنواع يعني في يعني بعد لاسيكية، بعد عدسات لاسيكية بعد في عندنا، أنا جميع وايد فيها يعني الحمد لله. أستاذ خالد، بعد نجاحكم الرائع، ما هي خطتكم المستقبلية؟ مستقبل عندنا وايد فيه يعني، نحن نسوي كامبين حق مدارس وحق شركات خاص، يعني وايد مكان يعني الحمد لله. وقبل نحن ياخذ كان فحص نظر حق محل ثاني عندي أنا واحد، يعني هذاك محل نحن ياخذ فحصات من RTA، الحمد لله زين يعني. ما شاء الله. أستاذ خالد، بالنهاية شو هي الرسالة بتحب تقدمها لدولة الإمارات طول هالدعم، على الدعم لطول السنوات السابقة؟ والله نحن أشكر هذا إمارات حق جميع عالم يعني، أنا أقول لك يعني هذا طيبين، ناس طيبين، ونحن وايد يعني أشكر يعني، وبعدين إماراتيين وايد طيبين، الناس طيبين، وبعدين يعني نحن عندنا وايد يعني وايد أشكر يعني. أنا من 34 سنة هني، أنا وايد أنا ياخذ من هني يعني، يعني هنا جاي هني صفر، يعني من صفر جاي هنا يسوى وايد يعني تطور يعني الحمد لله. هذا منطقة هورلانس، يعني في رقم 050-495-1105، وبعدين أنت تبغى شيء ثاني رقم 056-36-35-214. شكرا جزيلا أستاذ خالد، نتمنى لك التوفيق. الله يخليك يعني، جزاك الله خير، ألف خير إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا لكم. أشكرك قناة ABC بعد إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله. جزاك الله خير.